اتفضل. تمام. سريعا بس، يعني كل المواقف الهجوميه اللي عرضها دكتور ثابت كلها فيها زياده عدديه لفرقه اورلاندو كلها، وفيها تحولات كمان، وكلها تحولات، يعني ده بدليل ان هو كان تحت الكوره وهو اللي طالع. أيوة. مواقف 4 ضد 4، 5 ضد 5، مفيش موقف 2 2، يعني مفيش زياده دفاعيه للفريق اللي بيدعم، سواء كانت الصور من مباراه بلوزداد او الصوره من الدوري يعني. وده اكبر دليل على ان الفريق الاهلي غير النهارده طريقه لعبه، هو اللي هيعمل التحولات النهارده ممكن في اورلاندو. وانا بقول لك انت مجبر لدرجه الحراره، الطبيعي النادي الاهلي بيعمل ضغط عالي، عايز تاخد الكوره في نص ملعبهم، عايز تبقى قريب دايما من الجون. ماتشات كتيره خلصت بالضغط العالي، منها مباراه العين، منها مباراه سيراميكا لحسين الشحات، ودي قوه النادي الاهلي. النهارده كولر بيدور على قوه النادي الاهلي في التحولات. تمام. عايز اقول حاجه للعمده، يعني احنا اكيد عارفين ان النادي الاهلي دائما هو اللي بيفرض طريقه لعبه وتختلف لعبه، ولكن لما بيحصل الظروف زي ما عماد قال، الظروف انك انت بتلعب في حراره عاليه، فانت يجب انك تغير طريقه لعبك. البلاد الوحيده او البلد الوحيده بجميع فرقها جنوب افريقيا، لما بتيجي تلعبها انت بتشتغل الشغل العكسي اللي انت بتعمله في مصر، لانهم يمتلكوا اهم عنصرين في الكوره، السرعه، المهاره والسرعه، والسرعه والاداء غير الافريقي. يعني خلي بالك، اوروبي صح، او اداء اوروبي او برازيلي، برازيلي. يعني احنا بنتكلم على فرقه كره استحواذ عالي قوي، وعندها المهاره عاليه قوي، وعندها عناصر اللعبه متكامله. خلينا اقول تشكيل اورلاندو: حراس المرمى شين، خط الظهر روين وسيساني وسبيسي وماكو، خط الوسط مباثا وموفوكينج وماخولو، وفي الهجوم هوتو وماكوجوبا وسالينج. ده تشكيل اورلاندو النهارده، بيلعب بطريقه 4-3-3. كابتن عادل النهارده رغم تالق محمد مجدي قفشه في المباريات السابقه، لكن النهارده مارسيل كولر يعني تم الاختيار لامام عاشور انه يبتدي المباراه، علشان حاجتين مهمين جدا. ايه اللي مازن؟ رقم واحد، ان امام ممكن يعمل لك التحول الهجومي. قفشه بيشتغل باستحواذ وممكن بيودي اللعيبه اكتر من امام. يعني بص، قفشه متميز في الحته بتاعت ايه؟ الباص البيني. ولكن لما تبقى الفرقه بتعمل عليه، يعني بتلعبك زون، او اول ما الفرقه ترجع زون، قفشه بيعرف ينزل يستلم. عندنا هنا لقطات وسام ابو علي، هنا محمود كهربا، كريم الدبيس، دي لقطات من الملعب المباراه، يعني قبل احماء النادي. خد بالك، ميزه ان ملاعبهم كويسه، ملاعب جنوب افريقيا كويسه، ودي ميزه كويسه للنادي الاهلي، يعني عكس البلاد الافريقيه كتير اللي ملاعبها ارضيه الملعب مش كويسه. ولكن خلينا اكمل لك حته، بص هنا الملعب ممتاز يعني. طبعا، ما هم متميزين بالامر ده. جنوب افريقيا ملمسه اوروبا شويه، ملمسه امريكا الجنوبيه شويه اكتر من افريقيا. لكن خلينا اقول لك ايه الفرق ما بين امام وقفشه. امام يقدر يروح يشوط، يقدر يكمل ورا المهاجمين. قفشه هو اللي بيقدر يلعبك، فده ليه وقته وده لوقته. ولكن الافضل لقفشه انه ينزل ينظم اللعب بعد فتره، بعد ما امام يتعب هو اللي ينزل ينظم اللعب، عشان تبقى انت عارف النتيجه بتاعتك وصلت لايه، تقدر تصلح بقى. طيب، خلي